فايز زيدان وزير الطيران الفلسطيني من تل يشرح لأهالي حوارة عن وقوع طيارة عرفات في ليبيا، وهؤلاء أهالي البلد مجتمعين بيسمعوا لفايز زيدان. مش شايف الا هذا هنادي معقول. شايف راجح السليم أبو محمد أحمد الشريد بجنب بعض. وهنادي واقف حارس. عزت على بلكون العلية على مثلث، على في دارنا على مثلث هوارة عنبوس في 94.